الكتب ودور النشر الكويتية حاضرة لأول مرة بين رفوف معرض الجزائر الدولي للكتاب بعد أن تخلفت طيلة 24 طبعة سابقة. تعتبر هذه المشاركة الأولى أيضا جس لنبض القارئ الجزائري، جس للمشاركات التي طبعا ستتأكد في الطبعات القادمة بإذن الله. عناوين وإصدارات كويتية من الشعر والنثر لها جمهورها من القراء لقيت إقبالا معتبرا منذ اليوم الأول. سيلا 2022 الذي سيصيد أبوابه، وبالرغم من الأزمة الصحية العالمية إلا أن المشاركة فيه كانت قياسية وطنية وأجنبية مع حضور لافت للزوار، على أن يكون رفع نسبة المقروئية التحدي المقبل.